السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. سعد الله مساءكم بكل خير مشاهدنا الكريم، وحاب أمسي في هذا اللقاء وفي بداية هذا اللقاء على سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهد محمد بن سلمان وعلى جنودنا البواسل وعلى كل من يشاهدنا أمام الشاشات. نشكركم على إعطائنا الوقت الغالي من وقتاتكم حتى نستمتع وإياكم في فقرة علوم الأولين، ونجتهد في هذه الفقرة دائما بأن نأتي بكل ما هو جديد وبكل ما هو مفيد وبكل ما هو مناسب لذائقتكم بإذن الله. ونبدأ هذه الفقرة بكلام الله سبحانه وتعالى. أنا قبل قليل سمعت أحد الضيوف يصلي فينا المغرب أو بعد المغرب صلى بالجماعة، وكان صوته جميل، وأستأذنه يسمعنا تلاوة عطرة، فليتفضل. الله يحييك طول عمرك. والله أبو عبد العزيز، الله يجزاك كذا بدون مقدمات. سم بدون مقدمات. اي والله بدون مقدمات، الله يطول عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالفاتحة. تفضل. قول بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا صوت من هذا؟ ما شاء الله، تقلد الأصوات يا شيخ. اي نعم. هذا صوت من؟ الشيخ ماهر. ماهر، ما شاء الله ما شاء الله. واكيد في الجعبة هالشيء الكثير. بلا شك، الحمد لله. والله أول شيء، أول شيء أخوي ناصر، مشايخ سم مس على الجمهور في هذا اللقاء الجميل اللي نتشرف في حضورك معنا فيه. الله يمسيك في الخير. أول شيء مسي عليهم ومسي على الجميع، ونهني خادم الحرمين الشريفين بمناسبة العشر الأواخر، عشر المباركة، ولي عهده الأمين والشعب الكريم، ونهنيكم ونهني قناتك ايضا. الله يسعدك، الله يبارك فيك ويرضى عليك. وراح جهز لنا كم صوت من المشايخ في هذه الليالي الكريمه المباركه، صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. اللهم امين. وصراحه انا محتار في من اكبركم سنا حتى يعني نخاف نعلم ويزعل. ها؟ اجل انا بطب كذا واتخير واقول مساك الله بالخير اخوي خالد. مرحبا بك، هلا حياك الله. يا مرحبا بك ابو عبد العزيز. اولا اشكرك يا ابو عبد العزيز، واشكر والشكر الموصول لقناة الواقع اللي اوصلتنا عندكم في الواقع. يا سلام. الله يبارك فيك. ومن هذا المنبر اشكر طبعا زملائي اللي جو معي، بيض الله وجيههم، واشكر كذلك زملائي في الجروب، جروب الصفاء. يا سلام. اللي ما حضروا ان شاء الله انهم بيحضرون ان شاء الله في ان شاء الله في حلقه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نعم. جايه. الله يشرفنا. منهم الاخ سعد مقنيص، منهم الاخ ابو حديجان، يا سلام، منهم الاخ خالد العبد الله، منهم سلام الاخ ابراهيم الدريبي، وان شاء الله باذن الله كلهم ان شاء الله جاهزين ان شاء الله، وكلهم مبدعين. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا انا اشكر صاحبي جابر الزهراني في ترتيب وفي التنسيق معكم، ولا اختار الا الناس النقوة والناس الواقعيين. انتم ناس واقعيين. نعم. طيب، انتم ناس واقعيين ولكم رسائل جميلة صراحة. مشاركة الجمهور ومشاركة الناس في الرسائل الاجتماعية، في بعض عرضها بطريقة كوميدية مضحكة، تنبيهات لبعض الأخطاء كيف أعالجها؟ أنا صراحة لو تبوني ترى أنا جاهز أكون معكم في جروب الصفا. الحقيقة أنا أحب الرسائل اللي ترسلونها. الحقيقة ترى أصلح لكم، ترى والله الحقيقة أننا نتشرف. والله نتشرف ويزيدنا شرف. أن يزيدنا شرف
واحنا دائما نسعى ان نصل برساله هادفه للمجتمع. يا سلام، انها تنفع المجتمع، ومن هالفكاهيه ومنهم النصح للمجتمع اللي الهادف. فان شاء الله ان نكون عند حسن ظنكم حسن ظنهم باذن الله. لا اليوم باذن الله سوف نرسم الابتسامه على جمهورنا اليوم باذن الله. وكذلك في لقائي هذا الجميل امسي على صاحبي وابن عم صاحبي وصديقي سفر ابو ريان، من هذه الشاشه نمسي عليك، ولد عمك عندنا وراح نستمتع احنا وياه. وحياك الله يا محمد. الله يبقيك ويسلمك، وانا سعيد بتواجدي بينكم ومعكم وفي قناه الواقع على ما قال ابو عبد الله الواقعيه. وصراحة تواجدنا معكم صراحة شيء كبير. الله يسعدكم. فدعوتكم هذه ملباة مرة ونحتريها من زمان، لكن جات الوقت اللي يكتبها الله. يا مرحبا الزواجة. يا مرحبا، إن شاء الله يكون بيننا وإياكم التواصل المستمر إن شاء الله، ما تبطون عنا ولا نبطي منكم إن شاء الله. بإذن الله. الله يسعدكم ويبارك فيكم. طيب أنا كنترول قال لي فيه مقاطع، نخلي المقاطع شوي نسولف معكم، ها ناخذ اخباركم، ناخذ وش من يبدا بالفكره، كيف طريقه اجتماعكم، كيف من اللي هل كل صاحب فكره هو اللي ينفذها ولا انتم تتشاركون؟ اعطونا ونبدا من اخوي خالد، يعني كيف تبداون بفكره، من يصنعها، من يرتبها، مثلا خطا في المجتمع شفتوه ودكم تعالجونه بالفكاهة بالنكتة بالمزح، من اللي يبدأ؟ طبعا هي البداية احنا بدايتنا اصلا احنا مع المجتمع كله. يا سلام، يعني احنا من المجتمع الى المجتمع. يا سلام، فلذلك احنا نشوف السلبيات ونشوف الايجابيات. يا سلام، في المجتمع ان دائم احنا الاخطاء ان لتتعلم ان نعالجها من في الواقع. يا سلام، تعالجها دائما في الواقع، لو انها قناتكم الواقع بس ان نعالجها. يا سلام. زين خالد، انا احس انك ودك تتكلم لغه عربيه، سولف. لا لا لا، انا معك مسولف. لا بدل مسولف ولا بفضفض معك. اي فضفض، ابي الفضفض. ابشر بي. يا مرحبا، تفضل. يا هلا، حياكم الله. تفضل يا شباب. إنه دايم نجي دايم مشاهدنا إذا جت في التدخين. إيه، بنينا الفكرة، طبعا أنا أبني الفكرة. يا سلام. إذا بنيت الفكرة أستعين بأخوي ناصر. جميل. أقول يا ناصر تعال. أستعين كذلك بالمخرج. جميل. خالد العبد الله. أقول يا خالد العبد الله تعال. أبو حديجان سعد مقنيص، لازم تصير الفكرة موحدة بيننا وندرسها مع كل الزوايا. جميل. ندرسها لحد نشوف مخرجات الفكره كلها. حلو، يعطيك العافيه. طبعا المونتاج عندنا هو خالد العبد الله دائما في الافكار. ما شاء الله. ومونتاج وتصوير. جميل. ادوات التصوير عندكم ادوات، هل هي ادوات يعني من الشيء زي ما تقول الاحترافي ولا الشيء البدائي؟ لا والله عندنا مصور محترف للجروب. لا فيه. الادوات بدائيه. بدائيه ترى بالعكس البدائيه فيها جمال. هي بدائيه، ان اول ما بدينا ترى بالجوال. يا سلام. اول ما بدينا بجهاز جوال. يا سلام. والحين الحمد لله. حلو. صار عندنا مصور وكاميرا. حلو. وابداع. يعطيك العافيه. عقب ما نبس مرغدة ابيض في الكاميرا. خلها مستور. صرت مزيون. اي صرت مزيون. ما شاء الله. اشوف الاسنان ما شاء الله وش زينه. اي ما يحتاج. هذه قبل التمثيل ولا بعد التمثيل؟ لا والله لا. المشاهد العفويه ابو عبد العزيز عاده تكون على الطبيعي. يا سلام. مشاهدنا في المشاهد. لكن في مشاهد زي الان في رمضان يمكن قدمنا كذا حلقه في قناه خاصه في الجروب. يا سلام. تتكلم عن بعض الاشياء اللي موجوده في مجتمعنا من ضمنها المخدرات، القطاعه. جميل. شيء يخص مجتمعنا. حلو. لا هذا مثل ما تفضل ابو عبد الله نحتاج فيه كاميرات احترافيه. جميل. لكن في مشاهدنا العامه عاده نستخدم اللي هو الجوال. الجوال ولكن على قولتهم
ما شاء الله بعض الشباب ما شاء الله حتى هو جوال احتراف. ما يبين انه جوال احتراف. يا سلام. لا طبعا العدسات ترى تطورت في الجوالات، اصبح فيها الفور كي وصح فيها يعني اشياء، يمكن بعض الجوالات افضل من بعض الكاميرا. نعم عرفت. طبعا اخوي ناصر لا ننسى ما شاء الله انت شاعر، ونبي ناخذ من قصيدك، وهل انت تخدم الشباب في بعض المواقف بابياتك، ولا كيف تواجدك الشعري في المشهد؟ هو الشعر عاده يكون شعر اذا ما كان من واقعك شوي تقل، لكن انا احاول في اشعاري عاده انه يكون من واقع. يا سلام. في الواقع اصلا على قولتهم بيئه خصبه، واقع الواقعنا بيئه خصبه، انك تقول مهما رحت في اي مجال في اي مكان بتلقى الواقعنا بيتكلم. يا سلام. واقعنا بيئه خصبه في هالمجال. جميل. سمعنا يا ناصر. نبي نسمعك والله. نبيها مع صوت. اي صوت هذه لازم، انا ما نحافظ المشكله، لكن تسمحون بالجوال؟ اي نعم. سم. المقاطع جاهزه يا شباب. بسم الله. لحظه شوي، لحظه بناخذ قصيده بعدين نجيك. بقول ببدأ بذكر الله وبختم بالأذكار، صلوا على المختار من ذكرنا. طيب على أوله يا صاحب عد عن النار، ذكره وتسبيحه وطلب رجواه، والثاني ياخذ ركعتين بالاسحار، تنجيك من نار تنظى وتصلى، والثالثة لا تقول الذي صار، جدد مع ربك وتفرح بلقياه، والرابع صاحبك صاحبك لو جار، لو جر كل شره بخيرك تعده، والخامس لا بد نرضى بالقدر، ترى القدر مكتوب في يوم نقره، والسادسة وصل قريبك ولو صار، قاطعك من مده وفرقاك يبغى، والسابعة كم من فقير خلي دار، افزع مع اهلا تنتظر منه شكوى، والثامنة احرص على كتم الاسرار، من باحلك سده يا بمنك نصحى، والتاسعة خلك كريما ومدرار، ودمح وسامح وافعل الخير تلقاه، والعاشرة من له معزه ومقدار، حافظ عليه ولو زعل دور رضاه، عشر النصايح قلتها كيف ما اختار، سبحت من فكري من ادناه لقصاه، ولاني بان المصلح ولاني بغفار، والذنب له رب يغفره ويمحاه. سلامتكم. السلام. السلام. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ابدعت وافدت وطلعتنا معك
الله صراحة في جو عالي. أمس كان عندنا أمسي عليهم جلوي وأخوي عايض ونعم الأخوان واليوم ناصر، تمتد السلسلة ما شاء الله إلى الإبداع ما شاء الله تبارك الله. الله يرفع قدرك ما شاء الله تبارك الله. أهنيك على الصوت الجميل، جرب يسعدك. وترى قليل يكون ممثل منشد شاعر ما شاء الله عليك، ما شاء الله أهنيك ما شاء الله. ومتحدث للقروب برضو، يا سلام ما شاء الله. اي نعم متحدث هو الشيء كان كبوتية لنا هو أرض وأرضي والزوار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أهنيك الله. ننتقل هنا لأخوي محمد ونقول يا محمد كيف تبدأ فكرة التمثيل؟ كيف المشهد؟ هل يمر عليكم شيء من الصعوبات في مشاهدكم ولا ارتجالية وعفوية؟ والله شوف الفكرة إذا جاءت جميع الجروب يشارك، يا سلام. فأنا فكرتي من المشاهد، المشاهد عند أستاذ خالد، يا سلام، والأستاذ خالد العبد الله كذاك، وبعد جانا أفكار مقنيص كان شغلتي مع أبو عبد الله، يا سلام. شرطه يستفزه يا ابو عبد العزيز، استفزاز ابو عبد الله بس يستفز، اجيب المفاجات، عجيب اجيب المفاجات اطلعه من هل تصورون مثلا مشهد وهو ما يدري ويطلع حلو ولا لازم يدري؟ الاغلب مثل ما هذا الاغلب يكون عفو، عفو الاغلب يكون عفو، تشتغلون على ان المشهد يطلع عفوي، عفوي لان انا ما اصور تصوير كاميرا، انا بسنابي، يا سلام، بالجوال، يا سلام. فتطري علي الفكرة، أنا مرة قاعد في البيت وأشوفه يصور في الملحق الحالة، أنت راعي القدر اللي دخلت فيه أبوك الجنة الله الله شفته يصور في الملحق الساعة واحدة الظهر الشمس انتش في العصفور شغل موتري وجهي ها طق الباب عليه. مشكلة أنا صدقت يا أبو عبد العزيز. أنا يا أبو عبد العزيز. يعني ما كنت متصنع. لا ما هم أنا أبو عبد العزيز إيه؟ وقتها كنت أنا مريض. مريض تعبان. زين. وأنا استغربت أنا رفيدي في الشجاعة وفي القايلة جايب لي زدر الطبيعي كله. تفاجأت. قلت والله الله يكرمه. ووقتها عاد ما بعد تغديت. لا وكان بالصدفة عندي. ها. خالد العبد الله. يعني هذه ما درست ولا شيء. لا خالد العبد الله، خالد العبد الله جاي زياره ايه؟ يشوفه لانه ابطا علينا تعبان وكذا، ونكلمه بالتليفون يوم طاب وتشاله جاء خالد العبد الله يزوره. انا شفته يصور في الملحق ايه، واخذ القدر الكبير، واخذ قدر يمكن بيجي كبر الفنجان، وعبيه رز وحط فيه قطعه دجاجه، وحط القدر الصغير والكبير، يا سلام، وحطه فوق راسي واجي اطق الباب عليه. طقيت عليه قال ايش تبي معك؟ قلت معي غدا. قال لي يا رجال غدا، انا قلت عز الله انت غدا معي اليوم. والله ما تغدى الا والله وانا قمت امدحه واثني ولا ادري والله عقب ذا ما والله ما عقب الموقف ذا عز الله ما تستاهل يا صاحبي المدح. خله فاجي طال عمرك قلت شوفوا اكبر صحن حطوا عشان يبرد الغداء، وفرشوا السماط وحطوا الماء لنجيك، وفرشوا السماط انا جيت لهم ملمين كلش وادخل عليهم بالقدر، بيض الله وجهه وادخل بالقدر طال عمرك واحطه ويزينون الصحن، واطلع القدر الصغير من الكبير وحطه وكبه واكل هنا وهم يعاينون. قلت هذا غدا شوفه مو بشبعه. شوفه بعدين انت تعبان ما يصح تاكل، لا الدكتور كاتب لك شيء. لا هو رز ولا بغيت يضره. صدمني سالفتي النملة والجمل. ايه يقول إلى جاء وقت الشتاء إيه؟ قامت النملة وجمعت مرزقها ويجيك الجمل فول لقمته وخذاها. لا لا تبي تخشبه، هذا جاب قدر صغير وقلبه في لقمة. طيب عطنا مقاطع الشباب، خلنا ناخذ المقاطع ونعلق عليها. اي جايب همس. ها؟ الله الله جايب همس. وش اللي معها؟ معها خروف ورز. يا اخوي اشفط شوي شوي. تقهوى يا ابو عبد الله تقهوى. يا خل سولف اقطع وخشوي تقهوى يا اخوي. لا رجع. يا اخوي عاد لازم ذا الصوت. قلنا يا اخوي حمل عدد يا اخوي. هذا اللي يجيب الطعام. هذا الكيف. يا اخوي انت وجعان.
يا اخوي خلاص. هذا الكيف ابو عبد الله، هذا الكيف سدى، هذا شربي. طيب انا ايش اسوي؟ اربط همي يا اخوي. راح يشرب هناك الله يرحمه ديك، ولا راح نكمل سالفتنا هناك؟ لا يا راجل، حول ولا قوه الا بالله. اسولف مع الرجال. لا يا رجل، هذا شربي من يوم ربي خلقني. يا رجال شربك اشرب بعيد. سولفوا وكمل هذا الحين. تقول مع الحين هذا اليوم ثاني ويوم ثالث. اليوم ثالث يا اخوي. هم 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 هذا القهوه تذلت. يا سلام. وش ذا اللي يشفر هذا؟ كيف هذا ابو عزوز ولد عمه. احنا كنا جالسين في طبعا في الاستراحه. اسلم. هو ماسكن الجوال، هو ما شاء الله عليه بركان، فيه احترافيه في التصوير للامانه. يعني الجوال يحطه له في مواقع، انا ما يزرع الجوال في مواقع انا ما ادري عنها الحقيقه. يعني ما كنت تدري عن الجوال؟ ما ادري انا عن شيء. كان ابو عزوز هذا كان ولد عمه جالسين حنا بالصراحه، ايه؟ انا بحوش وقاعد يشرح لي هو. انا والله شريت لي شات، ولا اقول كم معها. انا اسولف وانا والله من شد انا مع الرجال، واذا يا حلال يا وش اسوي بذا؟ وانا والله ما دريت انا جاري الرجال اللي قدامي، واقول وش مع هالشات وذا. وهذا طعم اثراها مسويها فيني ذا زالها. والله يسامحك يا ابو رجال. ابو عبد الله الله يقول هذا الكيف. يقول هذا الكيف، هذا المشكله. يعني انا اقول مصر بالشفطه يقول هذا الكيف. ما اعرف اشرب كذا، ما اعرف اشرب. وتراها هذه رساله، بعض الناس يؤذي اللي حوله بالشفطه هذه. نعم 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 نعم. حتى في الاكل، ها، من اداب الاكل. مالك صوت، مالك اقولك حتى في الاكل. يا سلام يا سلام. الاداب مالك صوت. بعضهم ان شاء الله نعم اعطانا البراءه. لا بس الله ينصر. الله الشاهد يتعامل معه معامله مرقه حاشي. يا سلام. لازم رشف يا جي. ما شاء الله. طبعا احنا نسينا نمشي على حسين. حسين الصيعري هذا امس دخل متسابق مع المجموعة، تقريبا أقل مدة من المتسابقين. حسين كيف مشاعرك يا حسين؟ مشاعر أحسن بين أهلي وبين أخواني. يا مرحبا يا مرحبا. يعني في فرق عن نجران ولا؟ لا لا واحد. اللهم نجران مطر، هنا ما مطر. لا أنت المطر قبل يومين عندنا مطر. هناك مطر. جات السحابة اللي جاتنا توها توصلكم. لا هناك مطر وثلج. عجيب. وإقبال ربي يا رجال. نقفل ونروح أجلنا. كيف يا حسين وجدت نفسك مع الشباب؟ انا امس اشوف دخوليتك واشوف، فالشباب اكيد فرحانين فيك، لكن نبي مشاعرك انت. مشاعري والله كلها فرحه وما اعجز اني اوصف. طيب انت 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 شاعر. شاعر. ها؟ شاعر. ودنا تعطينا بيتين كذا. ها؟ في يقول حطت علي اسلوب الليالي علامه. علامة. وقامت تجيني في حلمها وحلها. حلها. صادم علي شين الليالي اسلام، وتنساق علي سوق الليالي معكر جوها، ولاني بشاكي منها والرجم ثمن في كلامها، مصها راسي والعزومه تشلها، مرحبا يا سود الايام في راس الزعامه، الحمد لله ما تعكت عندي حلها. حلها. كفو كفو. لا لا دخول بقوه وبثقه ما شاء الله. ما شاء الله الله يوفقك. زين هذا اكبر واحد اللي معززني. الله يسعدك. الله يسعد العدل. النوادر هذا وين؟ جبل جبل ابو ابو راكان. والله ونعم سبتها. والله ونعم. الله يدخل قلبه وهو. ما شاء الله. في مقطع ثاني يا شباب؟ عطنا المقطع الثاني. بس بس اكرم اكرم الله يطول عمرك على طه. السلام عليكم مساكم الله بالخير. يا مرحبا وسلام على الشاعر ناصر البليم. ارحب ارحب مليون يا ابو محمد. والله 70 نعم. الله 70 نعم. نبغى قصيده يا ابو محمد في المخ، لان اكثر الناس شو يقول؟ يقول دور ابو محمد في الجروب؟ انا اقول شاعر الجروب هو جهني وممثل معنا ويشارك، لكن اللي عليه الاضواء انه شاعر. الله يرفع قدرك. سمعنا قصيده. قول لحد يجي ويقول العشق نعمه. نعمه. في ذمتي ما في غير الحسايف. حسايف. سهر، وجع، دموع، حزن. مرحبا. هلا والله هلا. حياك الله. الله يسلمك. ايه خلاص ابشر ابشر.
هلا والله هلا. اسلم والله انك تعقب ليه بس محمد كم رن جوالي طيب والله انك تعقب ليه كمل كمل اطالبك يا محمد طالبك والله انك تعقب هلا كملها 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 يا اخي ما ينفع اكملها لازم اعيدها يلا عد عد لا احد يجي ويقول العشق نعمه في ذمتي ما في غير الحسايف سهر على تراب الو شكلك يا محمد والله اجودي والله اجودي والله العظيم مو على شكلك آه الايام اترك مشاكس مشاكس الجروب لا مره هو ها هو والله باقي الله حد حاله عز الله هو باقي واحد بعد تستضيفونه بعد ها خالد عبد الله ابو حجاجان يا سلام بعد من الجروب هم بعد على ما قال اهول اشد اشد من اي والله شكل الرجال ما شاء الله مؤدب انا مؤدب لا على قولتهم أليف ما يعظ ما والله هيك من المعقد في ذمتي أنا شقاوة ها يا عبد الله ننتظر الكرك يا عبد الله في كرك ولا ها شوفوا عبد الله يصلح كرك ما أدري وين وصل فيه عطونا عطونا البريق عطونا الكاميرا في وسط البريق تأسر أكيد ها وش دخل وش دخل وش دخل وش دخل حق البيض وش دخل حق البيض الكرك وش دخل حق البيض الكرك ابو عبد العزيز حركات حركات الحين عرفت التضبيط هذه الخلطه كذا تحتاج ايه انت مالك الا قمر ولا وش يضرب هلا ما ادري احنا بناكل بيض اليوم ولا بنشرب بنشرب بيض شكلنا يمكن نسوي لك مقلب لا المقالب اهلها هنا موجودين الله يعينك بعدين يتقضون فيك الصعصعين ترى يا عبد الله ما عليه انتبه الله يسعدكم الله يسعدكم اسلم اخوي خالد سلم ودنا تعطينا مثلا موقف حصل لك يعني سيناريو كامل ما دريت عنه والله من مواقف فيه موقف حصل انا ويا ابو حديجان اسلم امسي عليه بالخير اخوي مسفر شوقتونا لابو حديجان اي والله ابو حديجان الاسم الاسم هذا لا لا وبعدين هو ما شاء الله تبارك الله يعني متقمص عدة شخصياته يا سلام منها الشايب منها الصعيدي منها كل حاجة ما شاء الله إيه متنوع ما شاء الله متنوع إن شاء الله هو سوالف إن شاء الله طيبة لا نبيكم نبيكم مجموعة الصفة كاملة تحضرون لا إن شاء الله بتجيك إن شاء الله يا مرحب يا مرحب المراد مرة من الأيام قال لي يا أبو حديجان وش رايك نبي نروح ناخذ عمرة اسلم نبي نروح ناخذ عمرة هذه من المواقف اللي حصلت لنا هي جاء طريقة الآن يوم كنت تناديهم تقول الكرك ما الكرك الله الله أنا الكرك ما عندي فيه مشكلة ها لكن لا يجي السبرستو السبرستو إيه السبرستو هذا أنا ما نبي أحبه مش السبرستو هذه كلمتين مدغومة أي والله يا أخي هذا ما نبي أحبه ولا نبي عسى مو بسبرستو ها هذه كنا أنا لا 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 والله الحقيقة ترى هو سبرستو هذا ترى هذا منتج جديد بنسميه سبرستو عبدالعزيز ترى فعلا لو قلنا قل سبرستو ما يقوله ما على هذا مشروب البرستو هذا هو هذا بنخليه منتج جديد هذا شو اسمه شو اسمه سبرستو سبرستو انت بنت 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 الحماس وكذا اي نعم اوه ما شاء الله يحب التصاميم من طيب راسه ابو عبد الرحمن يحب بس لا يكون سبرستو بس تصاميم لا الله يكفيك احرقت يدك عشان تصميم يا عبد الله احرقت يدي عشانك انت الله يسعدك الله الله يسعدك الله فنون الرجل كذا كذا احرجتني كذا سم الله يعافيك نعطي نقاط كذا الحاله يستاهل ها يستاهل على الكرك يستاهل على الكرك يستاهل ها اللي يكرم الضيوف نعم ويجي في فقره علوم الاولين سمساتك ها سمساتك والله تستاهل حسين اللي صب القهوه وهو ضيف او حسين لك 300 نقطه يا حسين ولك 300 نقطه جحدها ها تستاهل تستاهلون ابو عبد العزيز سم لحجه يا حسين مشرف انت قاعد تفطر يا مشرف مشرف انت قاعد تفطر لا سمعت انا صوت ولا جيت انا مصوبك اللي
وانا يا ابو عبد العزيز لبيه انت عطيته 300 و... وانت كريم وهو يستاهل وانتم تشفعون له يعني لا انا بشفع لهم ب 50 كم بشفع لهم 50 من عندي 350 يستاهلون يا لهم الله يطول بعمارك يا سلام يستاهلون من كل واحد منكم مو ب 50 100 مية 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 بيض الله وجهك بيض الله وجهك يستاهلون طبعا 300 لمحمد جامع و300 المشرف وانتم على الاول 300 و300 الثانيه 600 يستاهلون انتم على 300 سم وهم اثنين على 600 يستاهلون يستاهلون ايش رايك يستاهلون لبيه ابشروا بالصوت احنا بجي يلا يلا ضيوفنا اذا جو يتباركون علينا يتباركون عليك انت البركه والله يا ابو عبد الله يسعدكم يبارك فيك عبد الله عنده قصيد ودنا نسمع من عبد الله قصيد ابشر بسعادتك يا ابو عبد العزيز قد قال قصيده في علوم الاولين وترى نبي ناخذ من مواقف الاولين وقصص الاولين يا اخوي خالد وشلون صيام الاولين وشلون فطرتكم الاول ها وشلون عيد وش الكلام اللي تترددونه في العيد في طلبة الأعياد والخشرة ونبي السوالف هذه بس بناخذ قصيدة من عبد الله أولا الله يبيض وجهك أبو عبد العزيز وجهك دائما اختيارك للضيوف مميز حياكم الله جميعا الله يبقيك في قرية وبرنامج مراجل أبيات علوم الأولين والله مني ماني حافظها الورقة موجودة لكن بجيبها شوي وأقولها يا سلام لكن بعطيك أبيات طرت لي يقول زرفلت قفل السوالف وأنا سمعي ثقيل زرفلت قفل السوالف وانا سمعي ثقيل عارف اللي في طرفها وكني ما عارف لو تتبعت الملالي على البحر الطويل يمكن اللي في سندها يعود بالطرف ما ينزل هيبة الشامخ الفذ النبيل غير لا سولف وسولف وانجرف هاتشرف كل ما قالوا بشعره بخيل ما ورا زود القصايد وكثرتها شرف يكفي اني كل ما مركم عابر سبيل استفز النور صوبي وسلم وانصرف سلام يا سلام يا سلام يا سلام, 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 سلام. ايش الشاعريه هذه لك يا عبد الله 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 يا اخي وين جبت كلمه ازرفل هذه زرفلت هذه زرفلت عندنا الحجاز بشكل عام انا ترى جنوبي حجاز يا سلام فعندنا زرفلت موجوده في منطقه الحجاز بشكل كبير والله اهنيك على الكلمات اهنيك على المعنى الجميل وأهنيك على الشموخ الشامخ ها يا سلام يا سلام الشامخ والله حلو فريق الدعم الشامخ الشامخين طيب عطنا 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 يا ابو جامع هذا المتسابقين ودهم يشاركون معنا في فقرتنا الاولين هذا بحد ذاته نجاح لنا والله تفضل يقول الجادر اللي يمر القلب شارعها بين الحنايا تعدي ما تطالعني تكفي مع الدم بعروقي وتابعها وحس كنها على نفسي توزعني قامت تبعثر غلا ونجيت أجمعها أضمها وتشتت لينا تجمعني بين الحنايا تثنى في مرابعها كنها تقول أتحدى من يطلعني دم الحشا بيت هوانا مدلعها وش دخل القلب يزعل يوم توجعني ولي أخذ رمشها رجل يطالعها لعل رمش خذاني ما يرجعني عيونها جيش والنظرها طلايعها عيونها جيوش والنظرها طلايعها غارت بصدري وجازل سيفها طعني يوم انكفت لين قلبي من قلايعها والصبر عن خافقي معاد ينفعني مدهالها القلب وعيوني مراتعها اموت فيها وهي للريح تزرعني ريحانتي والغلاب القلب زارعها تشرب عروقي وترواني وتشبعني كأنها من حريق الورد كأنها من رحيق الورد مشبعها وأنا شموخي من أحلى شيء جوعني وليا تعانك خجلها مع تواضعها عنك ذين على مسراها شجعني لو ينسري ليلها سريت بايعها بشر ولله عن الزلها مرفعني واصبحت من عقماني ضدها معها انضاعت أضيع واندلت تسنعني للجاد اللي شرايني شوارعها قلبك تادي والنفس تمنعني يا سلام 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 صح لسانك ظهر قلبك خضر انت يا ابو جامع والله ها الله الله شوف الشعر هيضت علينا الحين شيباننا وهيضت علينا ابو عبد الله الحين ها هاي ابو عبد الله عطنا من علوم الاولين احنا فقره علوم الاولين ودنا ناخذ كيف كان العيد العيد بما اننا مقبلين على العيد طبعا الاولين
فيه استعداد لهم في العيد دائما، واستعدادهم يكون حماس قوي قوي سبحان الله العظيم، اقوى من يعني من الوقت هذا. صادق. الحين وقتنا هذا تحصل الناس عيدهم بالليل، النهار نايمين. لا صادق. لكن بالعكس من الاول تشوف متى يجي العيد، متى يجي العيد، وايه محتفلين محتفلين، ولا وقبل العيد بيوم تلقوهم يروحون الصغار. كنا نروح صغار هنا، نروح نطق البيوت نبيهم عايدوننا، احنا نسميها يخشروننا. هنا يخشروننا، نبيهم يخشروننا ونجي ونطق الباب عاد نتخبر الناس صايمين، لازم حنا نجي قبلها بيوم ونطق الباب عاد عندنا. كنا على ما قال هازيج، ايه حنا الصغار كنا نقول، حنا نقول عاد يرددون من وراي بسعدك، احنا نردد معك. ايه عطوني عيدي عادت عليكم في حال زينه، جعل الفقر ما يكسر رجليكم ولا يدخل عليكم. عطوني عيدي عاد ان حد ننتظر، الناس نايمين صايمين يا ابن حلال، صايمين مو بيمنا وانت جاي تغني. ايه اللي ما يبغى الغثاء يحاول انه يقوم ينستر، عاد انا يحطوني في المقدمه دائما انا بالصوت. اللي ما يبي الغثا ويبي، وليش شفتهم ابطوا ما جو، ما جابوا الخشير يعطوني. ايه عود اصوت، اسوق الحمير ولا وقفه؟ يعني ابي خشير انا، اسوق الحمير ولا وقفه؟ اخلصوا علي. ايه ليش شفت العرب نايمين ما حولي احد، قلت خلاص ابى اسوق الحمير. عاشاكم شاطح مارة ودامه سم الفارة، ما اعطاني شيء. هذا قلب عليهم، قلب عليهم هم عطوه، قلب عليهم. لا اله الا الله. واذا عطوك وش تقولون؟ لا خلاص عطونا خلاص، تمجيد. ايه هل في مدح لهم ولا يمدح المدح؟ خلاص حاصلهم بالاول، بالاول فالأول. ثم نعاد نجي سبحان الله العظيم تتنوع وسبحان الله يجي لها طعم، نجي مقبلين لأهلنا. ها وش جبت؟ قال والله عطوني يا فلان ريال، وعطوني معه قريض، عطوني ذا، يعني حاجات مميزة تميزني. يا سلام. عن الشخص هذا وعن الشخص هذا أحسن منك. إيه فأنا أقول له مثلا يا بركان أنت وش معك؟ أوه ما جبت خير. ما جبت خير. قال ما عطوني قريب، ما جبت خير. راح لذلاك، هم اللي يعطون عندهم الدراهم. تدلوا معهم، أدل كل سنة معهم وعارف البيوت اللي تعطي. اي هذا ركز عليها، خليها دائما. طيب على القيادة ما يعطونك شيء اللي يجمعون معك، لأنك أنت الصوت وأنت القائد. ايه لا هم يعطون الفريق اللي معك ما يعطونك لا شيء. لا ما يعطون، هم يعطون هم الخشر بس، ان عاد اللي يسلمون من راعي الانسان الاول اللي خايف انه يسوق الحمير. هذا اللي يدسون عليه، يدسون عليه ريال ريالين. يعني فعلا كنت تاخذ ازود انت؟ اي اخذ لازم ريال ريالين، هذا على مدى عشان يشتكون لسانك رئيس فريق. لا الظاهر اذا ما عطوه دور على اللي وراه اللي معه يمشون. اي هذولك هقط منهم، هذولك ينتظرون بس اني بس اتكلم بس. لا قال ها نسوق الحمير، قلت له وقفوا الربع اسمع خرفشتهم عند البيبر. وانا مسك وصار في مدة يد، ما في تدخل سريع؟ لا ما في القلوب طاهرة. يا سلام. لا ولا القلوب طاهرة والحمد لله. تلقاهم إيه يسولفون فيها الشباب. اصبحوا الحين طق الباب، تعال انتم بزاك ايش بلد ازعج له مع الصبح. والله ان عادات حلوة وجميلة، لكن الان افتقدت طبعا. اذا جاء في العيد الكبير، للعيد الكبير إيه؟ تجي عاد السفرة من كل بيت يطلع أكل. يا طبعا كانوا يشتهرون دائما أنهم يطلعون الأكلات الشعبية، اللي هذا حنيني، اللي هذا جريش، اللي هذا مرقوق، اللي هذا قرصان، وكانوا الميقعة موجودة. إيه لا تنسى الميقعة. إيه كانوا صراحة كانوا يجتهدون فيها الأمهات، يجتهدون ليش كل واحدة تبغى أننا يعني صحيح. اهل العيد كان هيكون المفضل عند يا الناس. يا سلام. إيه؟ طيب إيه؟ هل كان فيه مثلا سفره يعني او طبق معروف لام فلان في المنطقه ويوكل كله؟ والله فيه ينعرف، وفيه شيء يتحفظ
يتحفظ عليه. خايف من العين. ايوه. اي نعم احسنت يتحفظ على الاسم. لكن بس فيه نقطة أساسية. اسلم. في نفس السفرة ما تجي على طول وتجلس لك على طبقة عجبك تجلس عليه، لا. لازم تقوم تنقل من هذا هذا يعتبرنا ميت زينة. سلم العياد كذا يعني. يلا تاكل من هذا لحد ما توصل اللي فيه خاطرك ثم انت ترجع له. اها. ايه. ولا شفت لك حوله مثل البركان اللي جاب القدر او تبعد عنها شوي. المعلومه هذه عبد العزيز قالها لنا عبد الله الجنيد. اي نعم. قال هذه في الاعياد نسويها جميع اهل الحارة تجمعون نفر صفر في عمان. من عمان تنقل من هنا. هذه موجوده في بعض الاحياء الان، لكن انا ما ادري هل القرى باقية على نفس هذا المنهاج؟ نعم باقي. يعني القرى الصغيرة قد تكون متمسكة وقد تكون يعني أقارب، أغلبهم أقارب، فهل الأطفال يطوفون في الليل؟ نعم موجودة. لا الآن يسمونهم الحوامة. إيه؟ يسمونهم الآن، طلع علينا اسم جديد، مو هو يعني طبعا مو الحوامة. لا طلع اسم مستحدث. السلام ورحمة الله، حياك الله. طلع علينا اسم مستحدث اللي هو قرقعان، وهذا أنا صراحة لا لا لا. أنا عندي أنا الحوامة. يا سلام. نعم. يا سلام. الحوامة هذه. تقول عندك إضافة على أيام العيد يا أبو؟ والله أيام العيد يمكن مثل ما قال أبو عبد الله، يمكن اللي حنا عرفناه على وقتنا، ما نبي نكبر أعمارنا واجد، لكن ما نختلف كثير من كلام أبو عبد الله. يمكن أنا من منطقة وادي الدواسر. يا سلام. وادي الدواسر تقريبا من المناطق القديمة في عاداتها، وحتى في موضوع الأعياد تقريبا كان لليوم هو عاداتها النجد بشكل عام، عاداتنا واحدة اللي هو العوائل تجمع عيدها في نفس عند المسجد أو في المكان يجمع أهل الحارة، لكن عادة يكون قدام المسجد أغلب الأعياد، لأن المسجد عادته هو مسجد الحي. إذا طلعوا الناس من المسجد كل عاد يجيب عيده وشارك عيده، لكن على قولة أبو عبد الله عادة عيدكم ذي لا ما لحقنا عليها، ما نبي نكبر عمارة، لا ما لحقنا توك صغير تونا صغار على وقت اللي لحقنا عليه في الأعياد. أنا عشت في قرية. إيه. كانت القرية شو اسم قرية؟ واسط في الأفلاج. واسط اللي قبل ليلة؟ لا ولا اللي جنب الحمر؟ تبعد على الحمر 15 كيلو. ايه عرفتها. كنا طالعين كذا فيها، ايه فيها اللحيان وفيها مس عليهم بالخير. اي كان فيها طال عمرك كذا، اكلنا العيد وخلصنا، وديت صحن اهلي، طلعت انا وابوي واخواني نمشي على البيوت ونسلم على اهلها. يا سلام. وبعدين القريه كلنا نعرف بعض، وفيه نسب وفيه عرق بيننا، يعني نبطين في القريه نمشي على الفهم ونسلم عليهم. عندهم عجوز ما تطلع، ممكن عندهم عجوز ما تقدر تمشي، عجوز كبيره وعمت لنا، نمشي على البيوت ونسلم عليها. يا سلام. بعض الاحيان تكون البيوت فاضيه ما في احد، بس ان الباب مفتوح وراعيها مثلا طالع هذا، نسلم سمعنا صوت، ردينا على ما سمع صوت رحنا البيت اللي عقبه. فهذه اللي افتقدناها فعلا صحيح، نمشي على البيوت على رجلانا ونسلم ونمشي. لا خلصت الصلاة تعيدون برا وتروح من بيت البيت تأكل عيديتك هنا وتطلع من البيت الثاني، يعني تأكل ثلاث دقائق ما تطول. هذا في نجران. في نجران عندنا هناك. ما سلام. تأكل عيديتك من البيت ذا وتروح البيت الثاني في حارة واحدة كنا رب، وتأكل عيديتك تدريجيا على البيوت كلها. يا سلام. ما تجمعنا في المسجد؟ لا ما نجي في المسجد، نروح أصلي من المسجد طلعنا برا وتعايدنا وروحنا على البيت. والله في بعض المناطق في الرياض كذلك منهم يعني دائما خالي الدكتور سعد السبر في حي العريجة جامع الجار الله، أبد عقب صلاة العيد يفرشون كل الجيران يفرشون، ما شاء الله يمكن حضرها يعني ما يقارب 500 شخص أو أكثر يعني الجيران، لأن جامع كلهم يحضرون يجيبون عيديتهم على نفس الفرشات اللي مصلين عليها العيد يفرشون السفر، وتعال شوف ما شاء الله الجيران كلهم مجتمعين. ثم بعد العيد هذا نجتمع عاد عند خالي في عيد العائلة، يصير يعني في داخل البيت عيد العائلة، لكن الحارة كلهم ما شاء الله أهنيهم وأتمنى من كل الجيران المساجد المبادرة في هذا، يعني تعرف جيرانك أنت وياهم طول رمضان وأنتوا تصلون مع بعض وتقابلون بعض، فلما يصير يوم العيد بينكم
يعني السلام والتباشير والمباركة في هذا العيد؟ لا نعم. والآن أشوفها أنا أنها بدأت ترجع في بعض الحال الأحياء في الرياض في الشفا من ذوري أشوف والله ترجع بدأوا يفرشون الشارع وكل يجي بعيدة وكل والله أنها حلوة. فأنا شفتها السنة اللي راحت ولي قبلها. يا سلام يا سلام. كل يجي بعيدة ويتعيدون سوى الجيران وعقب العيد كل عاد يروح لأهله وكل يروح. يا سلام. دائما سبحان الله العظيم دائما التكاتف مطلوب في الحياة، دائما التكاتف مطلوب. والله أننا نذكر في الأولين إذا جاء عندنا مناسبة زواج أسلم يعني هذه من علوم الأولين. إذا جت عندنا مناسبة زواج ما عندنا كان محلات إنهم يأجرون زل أو عندنا متوفر عندنا يعني مثلا أواني القهوة الدلال الأباريق أواني الطبخ كل هذه مين متوفرة عندنا ما كانت متوفرة إننا نستعين في جيراننا كلهم. يا سلام. والله كنا نذكر يعني كانت من المواقف الأولين كنا البيالة يجيبون لنا مثلا بيت أبو ركان يجيب لنا والله 15 بيالة ونوسمها نوسمها لها بوية ولا حاجة يعني زرقة هذه جايتنا من عند أبو ركان عجيب جايتنا من عند بيت ناصر وسمناها بوية حمراء جاتنا هذا جميع البيوت الجيران اللي عندنا يا أخي يزن التكاتف يقعدون لهم يوم أو يومين ما عندهم زوال كلها جايتنا يا أهل العرس لنا يا أهل الحفل يا سلام كلنا يطلع ما في تأجير زوالي ما في شيء يجون يسلمونها حنا نقوم نفرش واستعدادات كلنا يد واحدة متكاتفين الجيران يزن البساطة عشان تعاون إيه علشان نقوم الحفل هاك اليوم لجيراننا زواجهم نقوم هالمناسبة يقومون هالجيران كلهم ما يكتفى على صاحب الحفل لا بيد الجيران كلهم والقدور من هناك وتشوف اللي راح يحطب الأثل ويجيب لأنه كان يشبون حطب يا سلام. الناقة تشوفها تذبح من الفجر وكنا والنصغار نتجمع عليها الناقة نتجمع وهي مذبوحة عاد أن عاد خلاص درينا أن دولة زواج حاضرين ذاك اليوم الفجر نبغى نشوف الناقة وشلون تذبح عجيب إيه؟ كانت إيه؟ وكانوا يجيبون يقصون اكشن في يقصون الجريد الاخضر إيه؟ جريد النخل ويسدحون الجريد ويصير واحد من هالشباب الصغار اللي هم يصير في فزعة قوية مع القصاب وشو عشان ياخذ الناتج منه دائما قسمه دائما يسعى لمريزقه ياخذ قسمه وهذا شكله انت يا ابو عبد الله والله تقريبا هو المهم تفزع وتشيل مع القصاب وتحط اللحم على الجريد ولا جيت رايح من تسوي نفسك كل في انت دم ليه جيت رايح من قطع الحمتن هذه كبرها يا سلام ثم نحطها مخبأ كل حامت وين وقعت في الزدر وين لها خله يا سلام ونجي مفرشين الزوالي وبيالات وكلها بيالات الجيران وفراجيلهم يا اخي الله ومتعه يعني كان الزواج معليش ابو عبد الله هل كان الزواج يعني في الزمن السابق يعني غير مكلف لصاحب الزواج لا مو مكلف المهر اكثر مهر اذكره 10,000 ريال وناقه هذا اغلى مهر يا الله 10,000 وناقه والجيران كلهم حاضرين وكلهم ساهمين احنا متكاتفين بس 10,000 وقتها ترى مثل 50% الحين وتشوف شوف التكاليف الزواج طبعا ما في قصور ما فيه طبعا الدخليه في الزواج تحضر من بعد صلاة العصر عجيب من نصلي العصر خلاص نجي والعشاء من بين العصر والمغرب مرت لما تخيل نعم عاد تشتغل لك عاد دفوف عند النساء طبعا هذه عادات الدف بحيث انهم اصواتهم يعني في محل وحياتهم طيبه هي في السطح في السطح وتشوفهم ما شاء الله عليهم بس اللي بدري ساري مباركين عرس الاثنين اي ها شو بدري خلاص الساعة تسع ونص سارين خلاص انت الزواج عجيب ان هناك على الفرشات ان يرجع تحصلنا نلعب يا لاعبين سامري بعد ما في طبول نلعب كذا ها
عجيب الحال. ولا اصبحنا الصبح تحسب اننا راقدين في بيوت في بيوتنا في محلاتنا يا رجل، كل واحد مطاول عليه زوليه. لا لا يا اخي زين حياه البساطه، حياه سبحان الله، حياه البساطه، التعاون، التعاون، بساطه، محبه، ما في شحناء، ما في بغضة، ولا في بغضة بين الاولين سبحان الله العظيم. لو يجي بينك وبين ايات شخص يعني حاجه من الشحنه ولا شيء، والله ما يمسي ولا تمسي ذاك اللي الا منتهي كل حاجه بينك وبينه. يا سلام يا سلام، اهنيكم اخوي ناصر. ودنا نسمع قصيده في النصح ولا في ما الله يدلك عليه. دبش. انتم بغيتوا نصح اعطيناكم نصح، بغيتوا على طاري ما على كريم تشرب. اسمح على طاري الاولين، يمكن على اول شيء بان يمكن ما كثير نصايح مسو كذا وسو كذا وسو. يا سلام. فانا يمكن حاولت اجمع ولو القليل يعني من نصايح الوالد الله يغفر له، صغتها على طريقة أبيات. الله يطول، الله يطول عمرك. ولو إن شاء الله أنها نتمنى إن شاء الله أن نوصل من اللي الوالد وصانا به، الله يغفر له ويخلي شيبانه موجودين. اللهم آمين. فقلت في أبيات، قلت قالوا عشان نقول احذر صديق يعزك، يطريك لحاجة وينساك في ضنك. وقال أبوي رافق رفيق يعدك، واحد من اخوانه واذا غبت يفقدك. وقال ابوي ما كل منه ضحك لك يفرح بشوفتك وبالخير يذكرك. وقال ابوي ما كل منه يسبك ما حيك من قلبه وبالحيل كارهك. وقال ابوي لا تشتكي قل رزقك، الرب له حكمه ولا هو بتارك. وقال ابوي لا تفخر بطيب فعلك، خلي الذكر للناس في طيب معدنك. قال أبوي لا تفخر بطيب فعلك، خلي الذكر للناس في طيب معدنك. وقال أبوي ارض بقليلك يسدك، يغنيك عن منة وجيه أن تعذرك. وقال أبوي لا تقطع حبال وصلك، إن كان تبغى دوم ابنك يواصلك. وقال أبوي احذر زمانك يغدرك، ولا تبدي همومك على الناس توجعك. سلامتك ومن يقول ما شاء الله ما شاء الله. هذه من نصائح الوالد الله يغفر له ويخلي شيبان موجودين. اللهم امين. احيانا شيبان يقول لا تسوي كذا وسو كذا وسو كذا، فلا لو بنحافظها يا كثرة، لكن كذا جمعنا منها اللي قدرنا نجمع. ما شاء الله هنيك والله، هنيك ما شاء الله، يطول عمرك. الله ما نبقى لنا بعض الاشياء الظاهر نسمعها وننساها، الله يتوب علينا، لكن انت وفقك الله في جمعها ما شاء الله. الله يطول عمرك. وش خاطرك ابو راكان؟ ابو خاطر والله براكان ابغى تسمع شيله يا ابو راكان. اي والله تكفى شيله، والله العيمة على الحاج عندكم. اي والله اي والله نبي صوت تكفى. لازم والله ما عندي الا ابو نايف. تبون ابو نايف؟ عطنا اللي قريب من حوله. عطنا خبره. أبشر. صوته شجي ترى ابو ركا. خبروه اني على وصله حيت، وانت فارقنا ترى موتي دانا. سلام. لي حبيبي اليوم روح ما سليت، يا علم الله توي ما ذقت العنا. عبرتي هليتها حزن وبكيت، يا ردا عمر الحسوفه ما جانا. خدت من دنيا حبيبي لارتويت، جنة الدنيا حبيبي والمنى. لا حياة عقبي ما حبوبي سئت، والمي ما ترحم ولا طرف الجانا. خدت من دنيا حبيبي لارتويت، جنة الدنيا حبيبي والمنى. خبروه اني على وصله حيت،
وانت فارقنا ترى موتي دانا لي حبيبي اليوم روح ما سليت يا لما الله توي ما ذقت العنا. السلام عليكم. صاحب الجمهور انا صراحه الله يسلمك. اليوم بفتح انا اليوم استديو بدون مؤثرات صوتيه بدون شيء. اليوم ما شاء الله عندنا مواهب ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ها الحقيقه اي طلع لنا ترى اخوياك ما نعرف خفاياهم. لا عندي انا اي تكفى مره ازهلهم. لا انا سوالف اسولف. طيب ناخذ من مشرف بعد صوت خلنا نوريهم نوري الناس عندنا شيء زين. يا سلام. اي اليوم ولا حق ماش بس ما عليك. اي بالله واشرح ما علمك. هلا ابناء ما عليه ما عليه. جبنا والله حلو. تبون اشرف اشرفتي ابشر. عطنا صدع ابو ماجد ولا حات اثنين ها يلا. حلوه ذي. لا لا ما عليك. لا 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 صوت 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 يا ولد. لا 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 يا لا 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 هذا الحين المشرف يا عبد العزيز. هذا مشرف تخليه عندك. اسمه مشرف. مشرف البرنامج. هذا هذا ثابت خلص من ذاك. والله انا جيد. والله اول مره يسويها مشرف. والله يا ابو عبد العزيز ان المقطع هذا انا شايفه قبل واني ضحكت عليه. هذا ترى ما احب الحركه هذه بس اني كذا علقت عليه. يلا عطنا الصوت يا مشرف. انا راعي طلعات مشرف والله. باقي ما عرفتوه. اشرفت راسه طويله والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عين وين القرايب وين هياني وين الديار العزيزة ظلم امشاها واشرب راسه الطويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عين وين القرايب وين هياني وين الديار ظلم امشاها. ابدعت في المشهد وابدعت في الصوت. ما شاء الله عليك. علمتم اسرار. حدنا على الهجيني المشهد. تحدنا على الهجيني والهجيني. يا سلام يا سلام. ما ادري اذا كان المقطع جاهز يا شباب الثالث. الله يستر. مبدع يا ابو عواد. اشرف ابدعت. اها طيب المرة الجاية يعني. طيب عطنا الصوت الهجيني. احنا نحب طيب الشيء الابداع في الحلقه يعني. واقعيين احنا. نعم اقول عبرت الهاجس ليس جبي ذاك الزمان وفات تذكرني وعودني وانا اللي كنت في حالي سرى بي ليلة البارح حرمني لذة
نوماتت صدر بي ورد بي على المليان والخالي ولي فينا ذكرت صابني من فقدته واجعات وانا ادري لا ذكرني بعقله مثل يهبالي عساها من يجيني لا ذكرته يوحي الطلبات يهونها على روحي ويمسح دمع همالي وجودي وجد من جلي بلا سبه ولا اثبات ومات من القهر باسباب ما شافها من أهبالي وجودي كم وجود قلتها في داخلي وهات وكم دمع على خدي مسيلها مثل همالي وجودي يا فهد كان وجودي يا فهد كان الهوى سبها الذبح الذاتي خلي الرجل ما يطعم شرابه مرة أو حالي وجودي كم وجود قلتها في داخلي وهات وكم دمع على خدي مسيلها مثل شلالي وعسى هم طلبته عسى هم من يجيني لا طلبته يوحي الطلبات يهونها على روحي ويمسح دم همالي سلامتكم الله يسلمك. الجمهور يطلبون سناباتكم ابو ابو عبد الله اللي يبي ابو عبد الله وين يلقاك ابو عبد الله وش يسجل اكتب ابو عبد الله ولا بي ها بيحصل دقيقه عشان طلبته الجمهور ابشر ابشر السناب يبد عندك و استاهل الطيب ابدا نزل ما شاء الله تبارك الله صراحه اليوم ابداع اليوم مشاعر اليوم قصيد اليوم اصوات اليوم علوم الاولين اليوم المتسابقين حاضرين وضيفنا الجديد المتسابق حسين الصيعري صراحه اليوم اليوم غير عبد الله في خاطره قصيده وده يسمعني اياها بسعادتك بس قبل بقول بيت بيت بعطيك قصيده ومتى القصر يجي ابشر بسعادتك احنا في القصر يقول تبي تتابع صح يا مال القناه تابع على الواقع علوم الاولي يا سلام يا سلام كذا تحرجني كذا يقول احنا اليوم السبت واليوم السبت عندنا يوم كئيب بالنسبه للمتسابقين فاقول الليلة ليلة فراق ما هي بليلة شعر جمعي يا حروفي واجمعي شتاتي ماتت أحلامي لكن ما مات الحبر أبنطق قبل لا موت بسكاتي يا خاطري طالبك ليضيك الدهر أنت الوحيد اللي ما كسرت الثباتي أنت الوحيد اللي ما طبعا اليوم يمكن عشان ضيوفنا اليوم عندنا يوم شوي فيه فقرة ما نحبها اي والله تكدر خطة وش اسمها الفقرة يا عبد الله المنشرحة سب المنشرحة 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 اقضب الخط اليوم سبت يعني الدرب الدرب عانة هم مجموعة 25 متسابق وكل يوم سبت واحد يطلع منهم فالفقرة اسمها المنشرحة اقضب الخط صوبها لك فاليوم يقول لك الابيات هذه حزينة شوي ان في واحد اليوم من الستة اللي دخلوا في الخطر؟ والله البرايم هذا البرايم قوي جدا يا ابو عبد الله من عطنا الاسماء حسين محمد حسين صيعري اخو لا لا ما دمت يحط شنطته ما دمت يحط شنطته الاخوان اخوي حمد المهان من الكويت حمد اخوي عبد الله الجنيبي من عمان الله مبارك السخيل الله 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 عبد الله العلياني اوف سلطان بن دغيم ها السعد سمني عبد الله فلاح عبد الله فلاح المهداني اسامي والله قويه والله قويه اخ يا فلاح قويه من ناحيتين مشرف ما صار معهم مشرف مشرف انا ومشرف دخلنا دخل البرايم ما دخلت انصدم انا ابغى واحد يقلدك اذا عصبت يا مشرف هذا العيال يسوون مقالب هم نايمين إيه. وجاء واحده من الشباب الله يشرح صدره واحد ها انا انت أنا. عطر المقلب اللي سويته يوم عصب وش قال لك صل على النبي يا عيال اللهم صل على النبي الرجال اللي نام طبعا شمري من حايل
العقل والثقل والحلم الحلم تشوفونه هنا معروف هو لا جاي ينام احنا فينا عاده وهذا خطا والله انه خطا لكن ما يانا بين الشباب واخوان بنقضي 90 يوم فالاخوه تلزم عليك عليك تقول حملنا وشلنا بعد اي والله عليك انك تقول حملنا وشلنا الرجال ذا كان نايم اخذت ولاعه ولعت في رجله ما توصل الحراره الا بعد 6 ثواني 7 ثواني اي تبطي على حسب الحلم وانسدح والبس بطانيه وانتظر افتح كذا عاين اشوف ايش رده فعله فز كذا انا نيم يا عيال انا نيم لحد يزعجني انا وقت ما نيم لحد بيه شيء لا انا نيم انا اخو العيال لا يصير هاللون انا نيم لا مو ما شفته وانا زعلان اي لا لما قال لك انا ما شفته انت ما شفته وانا زعلان الا انت ما شفته عبد الله والله اني استح منك يا عبد الله لكن والله لو اوريك وجهي الثاني لا يقول يقول ما شفتني وانا زعلان قال لا ما شفتك وانا زعلان قال مو بحسن إيه يعود ينام يعود ينام هذا العصبية حقته هذا هذا ايش بالله شوف اليوم هذا اخر حدث هذا حدث والله فينا طال عمرك طيب هذا زعل الحين التالين طيب نشوف احنا زعل الاولين يا سلام عطنا اي عطنا عطنا مقالب الاولين وزعل الاولين لا لا زعل الاولين الاولين ترى خطرهم زين مثل ما قلنا مثل المشرف اي نعم دائما خطرهم شماليه على ما قال يا سلام صراحه اي والله اتذكر من احد الشيبان يعلمنا سالفه شايب من الربع صار بينه وبين رفيده مشكله على حدود اراضي وما اراضي مزارع اي مزارع المراد متشاكين هم متشاكين وواسطه شكواهم للمحكمه ركب الله يسلمك اللي هو المدعي على الله يكرمكم المدعي على حمار وجاء لحد المدعي عليه جاء لبيته لو انه هنا ذا الحين ما شفته ولا شافك هذا جاء لبيته ويطق عليه يا ابو فلان يا ابو فلان قال نعم اقلط جلستهم بعد ساعه عند الشيخ يا ابو فلان قال اقلط ويقلط عنده ويتقهوى وياه ويفطر وياه ويتسولفون يوم قال ها خلاص قال يلا مشينا عاد للشيخ نتقاضى وها شف قاعد يتقهوون يا سلام شف يعني خطرهم ويروحون النية صافية اي نيتهم صافية ويروحون للمحكمة ويتقاضون ويصلحون عند الشيخ ويرجعون ويتغدون ويفلحون يا زين لكن لو ان احنا التالين الله يتوب ما رد السلام عليك ما يقعد سنين ويا الله تدخل وصايط بيننا وتدخل يا طول العمر طلبات ورضي يا فلان ورضي يا فلان لكن هناك الخطر والله طيبه سجيه ابو عبد العزيز نعم كنا انا عندي قصه للوالده الله يطول عمرها يا وش وش قصه ربعك اليوم؟ مو عاقلين يا ابو عبد العزيز ترى بالشكل ذا بطلع من الكادر لا 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 كلش الا ابو عبد الله تحسنا مكرم اكرم الله امتحنا ابو عبد الله بهالشرب الله يهديك الله يهديك ابو ركان الله يهديك ابو ركان انا ذي الحلم بريء مركد انا اظهر به بس بريء شيء انت خاطر شايبنا الله يهديكم بس الله يهديك عساها عساها تتم عساها اي والله عساها تتم الشرحه الشرحه من شرحه من شرحه من شرحه متى من شرحه مره دقيت عليه اسلم قلت عليه صوت عجوز ايه طبعا الرقم اللي معي جديد حلو ما يعرفه يا سلام خضر عبد الله يصور وانا اقلد عليه شلونك يا ابو عبد الله عساك طيب ويرد علي ايه هو قال انت وش تبين احنا انت هذا العجوز تالي ذا الليل ودقدقين علي والله اني احبك يا ابو عبد الله وادورك وابيك واتطمن انت هذاك ما ما بنساه ما رقت قال انت بس فارج وسكر في وجهي ها المهم وندق عليه انا ما عاد رد بعدها بشهر دقت عليها الظاهر واحده ما ادري تبين من شيء ما ادري عنها بس انها كبيره في السن ايه صد ايه وكل ما قالت الو سكر وجهك من هنا كل ما قالت الو سكر وجهك انا قريب من الاستراحه دخلت على جماعتنا صارت من جماعتنا دخلت عليه ايه يعاينني كذا قال وين القهوه؟ قلت له القهوه راح اصلح وادخل المطبخ زي القهوه يوم دخلت عليه دي والهرم يعاينها يعاينني الو قالت هلا قالت هلا ابو راكان عندي واحد منها انت
صراحة عادي هذاك الصراحة الموقف ما انساه. احنا عجوز انباغتتني وتكلمني وانا اقول يكلمني عاد هو وقال والله قالت ابو عبد الله والله اني احبك تبحث اذكر يالله اذكر الله يا بنت الحلال اذكر يالله والله انا صادق يحبك رجل. ايه قلت رجلي في الدنيا ورجلي في القبر وش تحبيني بنت الحلال روحي وراك يا ام دريتي له والله ابو ركان والله يا صاحبي وفي صراحه حركاتها والحركات واجد سواها ايه الله يهديه. اسلم ابو ناصر اسلم طيب. نبي موقف امك ونبي قصيده وراها اسلم. موقف الوالدة على سجيتها اسلم في عرسه في والله سنة من السنوات قلت للوالدة وش رأيت بنروح مكة. قالت والله يا ولدي أنا مبطية والله من مكة بجزاك الله يا سلام. فالشبان والحريم أمهاتنا أول ما عندهم مكة أمور ثانية مشاوير ثانية ما عندي خلاص. أنت قلت لي مكة الله يعين مكة لا توقف إلا في مكة. أخذت أي والله كنت على ما قال كان عندي إجازة تقريبا مدة أسبوع قلت أجل مرة حج وقضيان حاجة منها بنروح نتمشى باخذ عيالي ومنها باخذ الوالدة معي نوديها مكة. السلام أنا وصلت تقريبا مكة تقريبا على شوي وقت متأخر قلت أجل بناخذ عمرتنا المسجد. بعد ما ناخذ عمرتنا كالعادة أنا أسكن في جدة ما أسكن في مكة. حاتم بقى مباشرة الأذان فاللي حصل أنه بعد ما أخذت العمرة وزي كذا قلت أجل يلا ترى أنا بروح للشقة الوالدة الله يطول في عمرها خلاص حطت في بالها أنها موجودة في مكة وأنتم في جدة. أي فأنا وين رحت بعد ما خلصت عمرتنا وذا قلت أجل ترى يلا توكلنا على هم ناموا في السيارة لين ما وصلنا جدة الوالدة في ذا خلاص حاطة في بالها اني انا في مكة ما عندي واحد انا في مكة وهي في جدة. اصبح الصبح بعد ما وصلنا لا الوالدة الساعة 9 طق علي الباب ناصر قلت حسام عشر الوالدة الساعة 9 تو بدري ما حولنا لا تمشي ولا حولنا شيء سمي يا والدة عسل. قالت يلا بسرعة بيمدينا الصلاة وين صلي يمه تو الساعة 9 وشو ما انت عارف زحمة الحرم وذا تمه وانا حول الحرم الله يرضى عليك انا الحرم بعيد. قالت لا مو بعيد الله اكبر حنا ما مدانا تمه انت عارف وين تسوي. قالت وين في؟ قالت انا قلت انا في جدة. قالت وشو في جدة؟ البارحة جايبني مكة وتروح توديني جدة يا والدتي تعوذ بالشيطان. قالت مو بصحيح والله وتزعل والدة. طيب وش بغيتي اللي تامرين عليه؟ قالت ما قلنا خير ان شاء الله. اصبحنا الصبح قلت اجل بنروح مكة. رحنا مكة صلينا في التوسعة خلصنا الصلاة قلت ما يلا هذه مكة. قالت مو بصحيح ما صليت تبي تشوف الكعبة. يا والدتي كيف ما صليت؟ قالت لا وين مكة؟ قلت هذه مكة احنا الحين في التوسعة. قالت لا مو بصحيح يا والدة تعوذ من الشيطان. قالت ما طيب ابشر ونروح وندخل داخل مصابيح سوء الحظ وقت التوسعة كان فيه البلكاش حتى والداخل المصابيح برضه ما تشوف الكعب. قلت يما هذا حنا هذا دخلنا الحرم الحين وهذا الحرم وهذا المصابيح فذا صلت ادعي. قالت ما عرفت ادعي يفتح. قالت ما شفت الكعبة. لا يا والدي الفطرة والله بتشوف الكعبة والله واروح الواحد من الأمن جزاه الله خير. والله وروح لواحد من الأمن الله يجزاه بالخير قلت يا ابن الحلال الدعوة في سلامتك وين الكعبة؟ قال يا ابن الحلال أنت هذا أنت في الحرم وين تبي تروح؟ قال لا أبي أشوف الكعبة. قال ما في مجال. قلت دبر عمرك أنا معي والدتي تبي تشوف الكعبة. والله جينا مع طريق حق الخدمة خدمات وندخل وتشوف الكعبة. شافت الكعبة تقعد تصيح الله يرضى عليك الحين طول وقت وانت تدعي ما صحتي يوم شفتك. قالت الحين شفت الحين انا في مكة الله غير كذا الله اكبر. هذا من الاشياء اللي الشباب النوايا سبحان الله العظيم عنده شيء في باله محمد معادي. جامع الله يطول عمره على خير ويرحم من توفى ويغفر له امين اللهم امين. طيب عطر القصيده هذه للشاعر إبراهيم حمدان
ونعم عليكم زود. يقول لو لم يكن فيها سوى أخلاقها لعشقتها لمجرد الأخلاق، لكنما زاد الإله جلالها نور كنور الشمس في الآفاق، فعلت على عرش النساء لأنها فاقتهم حسنا على الإطلاق. سلامتكم. السلام. ما شاء الله. الأذان مشرف. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقام محمود الذي وعدته، رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. نجتهد دائما في كل الأوقات، وهذه الأيام الفضيلة المباركة ما بين الأذان والإقامة نجتهد في الدعاء، وهذه العشر المباركة الآن نترك كل الأشغال ولا ننشغل في الأسواق. الأوقات موجودة، قلنا بعد صلاة الفجر ولا الظهر رح فيها تلقى المحلات فاتحة. الآن خل وقتك في المسجد ولا على سجادتك ولا في مكان تختلي فيه مع الله سبحانه وتعالى وتناجي فيه الله سبحانه وتعالى، وتبث شكواك وتبث ما عندك إلى ربك سبحانه وتعالى حتى يعني تنزل هذه الدمعة. أنا أتذكر القصة دي دائما أذكرها. الرجل يقول جلست في مجلس وسمعت كبير سن يقول إذا بغيت حاجة عندي لك علاج. قال وش العلاج؟ قال الساعة 2 مع ركعتين مع دمعتين ترى بإذن الله تتفتح لك أبواب السماء والأرض. الرجل هذا يقول سمعت الكلمة هذه يقول سبحان الله، وكان عندي زواجي وأجهز للمهر للزواج. يقول كان المهر عندنا في عائلتنا 100,000، يقول جت 90 بقت 10,000 ولا لقيت لها درب. كل من كلمت كل ما حاولت بتسلف من أحد سبحان الله ما لها طريق ذا العشرة. يقول وتذكر ذاك المجلس اللي جلسته وسمعت الشايب يقول ذاك العلاج. يقول وأنا هو طالب علم يقول أنا أحب اللغة العربية، حتى أدعيتي أحب أدعي ربي باللغة العربية وأحب كل شيء باللغة العربية. هو عتيبي أعرفه شخصيا وأنا عايش معه القصة شخصيا يعني. فيقول سبحان الله رفعت يدي إلى السماء، جت الساعة 2 وفرشت سجادتي وصليت ركعتين ورفعت يدي. يقول باللفظ هذا يقول حافظ أنا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، حافظ أدعية
الكرب وعافظ. يقول كل الأدعية حافظها، بس يقول ذاك اللحظة قلتها من قلب، فقلت بالنص هذا يا ربي تكفى قلبها الحين، يا ربي تكفى 10,000 سلف. يقول طلبت ربي 10,000 سلف. يقول سبحان الله لما دعيت الله جاء عندي طمأنينة وارتحت، حسيت أن الأمر خلاص بيفرج والـ10,000 بتجي. كيف؟ لا تسألني كيف. يقول جاء من بكرة أصبحنا الظهر جاء، يقول وأنا ناسيها ما عاد حاسنها مع الدراهم. يقول يجي العصر كذا مسيان، اللي يجي واحد من أخوياي وأنا ناسيها، يقول ناسي الدراهم هذه، إني في حاجة 10,000، ناسي الأمر هذا الهم نسيته. يجين واحد من الزملاء، شلونك وأخبارك وصار على عرسك عزيز علي؟ الأمور زينة، الأمور زينة، كل شيء زين، يسهلها الله تفرج، يعني أبشرك. قال لين سألني ودقق علي وقال لي يا أخي سلمت المهر؟ قال لا والله توني. قال ليش ما سلمت؟ قال والله ناقصني 10 وبتسهل، يعني لا تسألني عنها. قال يا رجال اركب اركب. يقول يركبني وراح ياخذني بالسيارة للصرافة، رجال بخير وموسر، يدخل البطاقة ويسحب لي 5، ويدخل البطاقة الثانية يسحب لي 5، ويعطيني 10,000، ويقول هذه سلف متى ما سهلها الله عليك رجعها. قلت شين الله عطاك يا فلان؟ قال تحسب اني فرحت؟ قلت اجل ليش ما تفرح؟ قال انا فرحت لكن تمنيت اني دعيت الله شيء اكبر. يقول تمنيت اني دعيت الله توفيق، ان الله ييسر امري، ان الله يغنيني غنى، ان الله يعطيني، ان الله يعطيني الجنة. يقول يعني حسيت ان في لحظة اجابة، فيه الله استجاب دعائي. يقول اقل شيء قلت يا اخي ليتني قلت 10,000 عطاء، الحين انا في زواج وعانية والناس تعطي، انا راح احجر على نفسي 10,000 سلف. ويقول جتني نفس ما سألت. فلذلك نتعلم مع الله، ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة ومن قلب صادق، ليس من قلب لاهي ولا غافل. وقبل لا ندعي نحاول ان نتبرع، ان نتصدق، نشوف ما شاء الله معنا الان جمعية التكامل الصحية، عندهم حالات صحية، حالة حصة عندها فشل كلوي عمره 73 سنة وتحتاج إلى غسيل وتحتاج إلى زراعة، هذه 140,000. حالة أبو عبد الله 120,000، كذلك فشل كلوي. فندخل على الجمعية الآن، موجود حساباتهم على الشاشة، ونتبرع بالميسور بقليل بكثير. هذه الليالي قد تكون من ليالي ليلة القدر و علمها عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله أقسم بها وليال عشر، فنجتهد في هذه الليالي المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. جمعية تكامل الصحية قامت بهذا الباب في النظر في حاجات المحتاجين، الحاجة الماسة للعملية للعلاج الضروري، وقدموه لنا، وجمعية مصدقة ومصرحة. فلا تنسون أنفسكم أنتم بالتبرع لأنفسكم ولإخوانكم المحتاجين. صلى الله يجعلنا مباركين، ويجعل يبارك لنا في أموالنا وأولادنا وأهلينا وفي حلالنا، جزاكم الله خير. معنا ضيوفنا الأكارم، صراحة الوقت معكم ما شاء الله، من خفته ومن جمال مجالستكم مشى الوقت. ودنا في هذا الختام تعطونا قصة مشاركة أخيرة ورسالة أخيرة. تفضل أبو خالد. من المشاركات اللي بشارك فيها من الأخيرة كان على الأولين. أسلم. الأولين طبعا فيها شايب إنه ما بعد درس أبد، لا يقرأ ولا يكتب. يا سلام. ولا يحفظ شيء من القرآن أبد. نال الله نرى. مرة أمي. يا سلام. كانوا في السابق يروحون على البعارين. يحجون على بعري. بقى شيء خاطر. رحول. إيه رحول. بقى شيء خاطر. جوهم على الدرب ماشين. كل يجتمع. الأخوية اللي جنبه هذا الشايب اللي ما يقرأ ولا يكتب. هذا ما شاء الله حافظ القرآن. ما شاء الله. خوية حافظ القرآن. وهم في المسيرة بدأ بدأ بسورة البقرة. أسلم. قرأ سورة البقرة وهم راح المكة. على البعري، وهذا جنبه اللي ما يعرف، بس انه قاعد يسمع قراءة اللي جنبه. اسلم. يس شو الخطر كلها يعني،
ومفتوحة للخير ومقبلة للتعلم سبحان الله العظيم. يا سلام. وفيها خير. ويمشون ويقرأ لي الختم. وهم راجعين مع شف سبحان الله العظيم وهم راجعين أشتاق لهذا اللي ما يقرأ ويكتب أشتاق وده يسمع كلام الله. الله أكبر. عاد يسأله قال يا فلان قال سم قال مزيان القصيدة اللي قلتها يوم رحنا. على الفطرة. على الفطرة قال مزيان القصيدة اللي ذا قال هاي قصيدة قال اللي رحنا والله إني حافظها. ما شاء الله. إيه قال والله إني حافظها. قال وش إنك حافظ؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويفتح في البقرة ألف لام ميم ويجيب هالبقرة كاف شوف القلوب. إي والله حفظها. إيه حفظها. قال يا فلان يا زين قصيدتنا تريح الخاطر اللي قلت ولا راح شوف سبحان الله على الفطرة. الله أكبر. على الفطرة. الله أكبر. ترى ليس مستغرب يعني الحفظ من أول مرة والقدرات هذه كانت يعني العقول نظيفة. نعم. وما شاء الله يعني صفاء مثل البياض. نعم. تكتب فيها ما تشاء وتثبت بإذن. صحيح. الله ما شاء الله تبارك الله. صحيح. الله يسعدك. رسالة في آخر هذا اللقاء يا أخوي خالد. والله أشكرك أول شيء يا أبو عبد العزيز على إتاحة الفرصة لنا في هالبرنامج الجميل. أنتم أهل الفضل. اللي هو برنامج الأولين مراجل واستضافتنا في هذا المكان. يا مرحبا. والله لها أكبر شرف لنا كبير. الله يسعدك. أن نلتقي فيك أبو عبد العزيز والزملاء الموجودين زملائك. الله يرضى عليك. وكذلك لا يسعني الشكر إلا أن أشكر المخرج وأشكر جميع الطاقم. أبو ماجد. والله نعم يستاهل أبو ماجد. وكذلك الشكر لكل من قام ورتب على هالبرنامج وأعد له. وكذلك أخص بالشكر أخوي جابر الزهراني. نعم نعم. جابر الزهراني راعي الفضل الكبير اللي خلانا نجيك يا أبو عبد العزيز. الله يسعدك. الله يبيض وجهه. وأعدكم إن شاء الله بإذن الله إن جميع فريق الصفاء بيجونكم بإذن الله في مشاركة جديدة وبحلة جديدة. يا سلام. حياكم الله. تشرفون. الله يبيض. أخوي ناصر ودنا مشاركة. تبيها شعر؟ تبيها نصيحة؟ تبيها قصة؟ المجال عندك. والله القصص خليناها لابو عبد الله ما يحتاج. يا سلام. اجل بنسميه الراوية. ما يحتاج. ها؟ لقب جديد. الراوي اكتشفناه في الحلقة. ها؟ والله في والله طلعت شيء ما شفناه. في اضافة عندي كذلك ابو عبد العزيز انا ما عليش انا تخطيت الاضافة وهي مهمة عندي. اسلم. للرابط هذا اللي هو على الشاشة هذا. ايه. للتبرع. يا سلام. للمتابعين اقول الله الله في العشر الاواخر. اجتهدوا. اجتهدوا والله يجزاكم خير في العشر الأواخر. و يعني كل الشكر موصول لكل من تبرع لهالجمعية الطيبة المصرحة الموثوقة. جمعية التكامل الصحية. نعم. جمعية التكامل الصحية. نعم. لسد حاجة المحتاجين. نعم. نعم. للعملية مو هو. نعم. يا أبو عبد الله أكل ولا شراب. نعم. ولا كساء. لا محتاج عملية عشان يعيش يعني. أنت أكبر. تنقله يعني من الموت إلى الحياة بإذن الله تكون سبب في ذلك. نعم. سم. في آية في القرآن بس في معنى الآية. ما يصرح تقول معنى الآية. فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. صح؟ نعم. إيه؟ فمن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. يا سلام. أنت بتنقد روح بعد الله سبحانه وتعالى. إذا ساهمت أو ساعدت في إنقاذ هذه الروح بتدخل سعادة على العائلة. يا سلام. وعلى المريض نفسه. الله أكبر. فأنا أشوف أن الجمعية هذه تمد صحة وتمد عمر بعد الله سبحانه وتعالى. أنت إذا تعب عندك أخوك ولا ولدك ولا بنتك وانت معك المبلغ المالي تحزن وبتتعب. لكن لو ما كان معك المبلغ المالي ولدك وبنتك وأختك تعبانين ما تقدر تتصرف. فما لهم إلا الله ثم إحنا. في حديث عند على النبي في معناه أن الإنسان كالجسم الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء في معنى الحديث. يا سلام. فالله الله يا الربع نبغى إن شاء الله ما نعيد إلا والحالات اكتملت بإذن الله. إن شاء الله أنها تتقفل إن شاء الله الحالات. حنا شوف عندنا نية بس بنربطها إذا تمت طلعت إذا تقفلت تشوفون أهلكم إذا ما تقفلت تقعدون عندنا. هيا خلونا نشوف أهلنا الله يرحم والديك. خذوا أجرين. خذ أجر أصدقه وأجر شافتنا أهلنا. أي والله لموا شملنا الله يرحمه. الله يسعدك عبد الله. تفضل أخوي ناصر. الله يطول عمرك يزود فضلك.
أنا عندي أبيات بقول فيها إياك ثم إياك يا جاحد الطيب. سلام. تظن راعي الطيب يرجيك تشكر. الطيب فهل الطيب ما ظني يغيب ولا الردي ما هو غريب أهل وانكر. سلام. يا سلام. وياك تحسب للمحاسيب تحسيب ما دامها في الطيب مردود أكثر. رافق رفيع الشان شرواكم. شراك الطيب. رافق رفيع الشان راعي المواجيب راعي العلوم الغان مهدوم يذكر وابعد عن اللي خوته تجلب العيب. جنب طريقه وابتعد تركه أخير. أمك وبوك برهم واجب وطيب واجب عليك وبرهم دوم يظهر. وأخوك أخوك لو تجيك العذاريب ياقف معك لو كان قربك لهقشر. أخوك أخوك لو تجيك العذاريب ياقف معك لو كان قربك لهقشر. أما ابن عمك لا ظهر غير يغيب يدراك من حر لهايب ويستر. يا لايمي مالك عليها عذاريب الدم واحد لا اختلف لونها احمر. سلامتكم. يا سلام. سلام. بيض الله وجهك. وجهك ناصر على القصيد. الله يسعدك. ووفقت في النصيحه في الارشاد في الدلاله وبطريقه جميله ومؤدبه ومهذبه. الله يرفع قدرك. اهنيك والله يا اخوي ناصر. اهنيك. طال عمرك. كلمه اخيره في هذا اللقاء يا ناصر. ما ازيد والله على كلام اخوي ابو عبد الله. الشكر موصول قبل كل شيء لأخوي أبو عبد العزيز في استضافته الكريمة والقناة الواقع بطاقمها جميعا مشرفين عاملين الله يعطيهم العافية على هالاستضافة الكريمة. ولا أنسى أيضا أخواني اللي شاركونا اليوم في هالفقرة. وهذا ترى والله طيب منكم إنكم جيتوا وجلستوا في هذا والله على ما قال ترى أنتم أهل المعروف ومن الرياض. الله الله. فانتم والله اهل المعروف يشهد الله. فالله يعطيكم العافيه وبيض الله وجهكم وما قصرتوا. وان شاء الله. طيب الله يعزك شارك يرفع قدرك. حسين الصيعري. ونعم وسبعه نعم. الله الله عليك شرور. حسين الصيعري الجمهور يبغون مشاركه منك. على ايش؟ اقول يما لا يلحقش من جور وقت الجور. هذه رساله للام. الام ومسي عليها بالخير. يا سلام. يما لا يلحقش من جور وقت الجور. وانا ولد شلي باسمه ثنادين حطيني في وجه المصايب بالسنين الدور وانا لشح زامن وضلع مايلين يجعني كواك الطيب يجعني في درجل شلي بها جنات حور اللي حصل لي من الزمان انسيه ماني حزين خسارة المال ما ناخذ عليها شور ولهم من هرج العرب نقضي الدين كواك الطيب ولهم من هرج العرب نقضي الدين والله لبش الذهب طور من طور ذهب من عيارات 21 الله الله مسكم كيف؟ عشان تسمع صوته. عشان قلبي حسك سفير مالي. يلا. حن قلبي حنسك سفير مالي للمكينة سايق ما هو يا حنك. يا ضرب العرق الطويل ولا يبالي ذي تبادي لا تقول فيه جني. حن قلبي حنسك سفير مالي للمكينة سايق ما هو يا حن يضرب العرق الطويل ولا يمالي بيت بادي لا تقول في حجنك بنجري حبة حبة. تكفى يا حسين تكفى يا حسين الله وجهك. الجمهور يسألون حسين من حسين الصيعري وكيف حسين الصيعري فلا بد ان يكون لك بصمه مع الشباب من الواحد الاحد وانت ما شاء الله انا توسم فيك المركز الاول باذن الله يا رب تطول عمرك عزيز نبيه الله يرزقنا تبطي معي من 90 مليون اي والله ليش ما تزودها شوي 100 تكثر الزكاه ها زكاتها تكثر طيب عشان تساهم بها في جمعيه والله الله تكامل الصحيه ها ولا ما تبغى تزكي؟ شنو البصمة؟ خلها 100 50 يسلك دم يا سلام يا سلام الله يتقبل النية ترى اللي ما يستطيع أن يتبرع أو يتصدق يستطيع أن ينشر فانشروا تؤجروا أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه منكم. ناخذ من ضيفنا الأخير محمد الدوسري المبدع اللي مو على شكله ما شاء الله تبارك الله الله يطول عمرك يرفع قدرك والله إني الآن إني أحب أشكر أمي اللي تابعني ذا الحين يا سلام تحية لوالدة الله يطول عمرك يا رب يا رب
ثاني يوم خلصنا الفطور وطلعنا دقت قالت وينك ما شفناك؟ قلت لها بنجي عقب الفطور ان شاء الله بتشوفين. انا والله ابي اهديها شيء في خاطري طبعا. قله يقول امي يا اول حب عشت بدنياي. يا سلام. يا اول اسم انت انطق شفاي طاري انت هوا روحي وبعروق الماي عمري بدونك عمري ما عشت انا في امي يا اول حب عشت بدنياي يا اول اسم انت انطق شفاي طاري انت هوا روحي وبعروق الماي عمري بدونك عمري ما عشت انا في سلامتك. الله يسلمك. رساله اخيره من اخوي محمد وانا صراحه اهنيك بامك اللي جابتك واهني امك فيك. الله يطول عمرك. صاحب الابداع صوت الجميل. الله يسلمك. المشاكس المشاكس المؤدب مشاكس ومؤدب اجتمعت. المقالب الجميله المضحكه اهنيك. والله في قصه حصلت لي انا وامي. يا سلام. رايحين طال عمرك لسوق شعبي اكثر الموجودين فيه بساطات شعبيات. يا سلام. بيع براقع وبشوت وانا توني محمل برنامج السناب. السناب. ولا خلي شيء الا ما اصوره. يا سلام. لقيت نمله لقيت جراده راح يمشي صور كلش. شافتني اصور امشي واصور السوق واصور. فنادتني واحد تم البساطات كبيره السن. ايه. قالت تعال تعال ولدي تعال. قلت سمي. قالت تصور قلت صور. قلت اصور سناب. قالت عندك احد؟ قلت اي والله اللي عندي وانا ما عندي احد. قالت هجا تعال وانا امك عم عندي. شو؟ قالت شوف صور اغراضي. ايه. وجشد اللي عندي. تعرف الاعلانات هي. ايه تعرف. ايه. عشت. قالت صور جشد اللي عندي. ها. ولا حصل شيء بيني وبينك ولا امك. يا سلام. ما به شرط ولا باتفاق. عجيب. ما حصلته بيني وبينها. يا سلام. قلت انا تم. واجي اصور هذه براقع وذي طعمك غطاء وذي شيال وذا حنه المهم اصور وهي تحسي. وصلت خط البلده ولا؟ إيه لا ما بعد وصلها. يوم وصلته شفرته ما خليته يطلع. المهم طعمك واخذ رقم ما تاخذ رقمي. يديك رايحي. اسلم. ها رحت انا وامي العاده هني تقوم امي الصبح. اسلم. واجي امي تلقاني الصبح على الساعة 9:30 شوي الا هي تدك والتفت على امي قلت يما شوف الخير جاء قالت ابعدي من هي؟ قلت اللي صورنا امس قالت هاي رد عليها ارد عليها يوم رديت عليها هلا والله قالت الله لا يوفقك انا لله الله لا يجزاك خير افا ليه وش مسوي؟ قالت صورتني امس وجت البلدية وضفت قش اليوم قال والله المهم اني ما صدقتها يمكن حصلت خير وسفهتني. ايه. شغل موت ودك رايح. يوم جيت له والله عمال البلديه يكنسون الباقي. اوه. ضفتها البلديه. لا حول ولا قوه. الاعلان اللي مهم مبروك. اوه يا ذلع. حذفت رقمها انتهينا. اي دروا العالم انها في ذا المكان. اي فضحت هاي. يا رجال هو امر الله سبحانه وتعالى. والله امر الله. وتخطيط واللي ما يمشي في النظام يتحمل. صحيح. اللي يجي والله ان نتمنى انهم يعني لكن لهم اليه الدوله والبلديه لها اليه لا ما قصروا حطوا لهم اماكن هم حطوا لهم اماكن نعم. يبسطون فيها ومجانيه نعم نعم ياخذون راحتهم فيها يعني لانك لو حطيت في طريق ضيقته ولو حطيته قدام محل فانت خسرته نعم حطوا لهم اماكن خاصه لهم شوهت بعض الاماكن يعني تشويه الحضاري اللي يتكلمون عنه لبيه احنا بنختم يا حلو بقول حاجه معك دقيقه سم عندنا في الطائف سوق اسمه سوق البلد. البلد. سوق قديم من ثاني أقدم الأسواق في الطائف بعد سوق عكاظ. يا سلام. فسوق البلد هذا شعبي من كثر ما هو شعبي حكومتنا الرشيدة الله يجزاها بالخير مسويها مكان مجاني. يا سلام. للأسر المنتجة للي عنده منتجات خط البلدة وخط القرية كلهم عندهم فمجاني بيض الله وجهه. يا سلام. يا سلام. خلاص خلاص ختامها مسك عندك تفتح انت بسطه ولا ايش عندك انا ايه ان شاء الله باخذ من حلقنا يفتح بسطه وبعلل هنا عشان تجيها افتحها بالقريه هي العصوب وانا سمعت انك بتفتح كرك انت ولا الصلف من اللي بيفتح الصلف الصلف شو صار النبي انا الكرك اللي عندي على قد حالي لكن ما حيتعدى الصلف الكرك اي والله اي والله
طيب وصلنا إلى ختام هذه الفقرة الجميلة الممتعة بمشاهدتكم وبمن حضر معنا من ضيوفنا الأكارم، نشكرهم على إدخال السرور وعلى إدخال البهجة علينا وعلى مشاهدنا الكريم، وبإذن الله يعودون إلى لقاءات أخرى يكونون معنا بإذن الله، وإن كان من صواب وتوفيق هو من عند الله، وإن كان من خطأ أو نقص أو تقصير فهو من نفسي والشيطان، نسأل الله أن يجبر التقصير وأن يغفر الزلل. ننتقل وإياكم إلى صلاة العشاء مع صلاة التراويح في أمان الله.